ولا تعبيث ولا أي شيء، بل مبتسم طريق الوجه كما كان، كما كانت حاله دائما وأبدا. وهذه حال من يقول ربي الله ثم يستقيم على ذلك، من الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في حياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ها هي النتيجة، ها هي النتيجة، نتيجة عمل صالح لوجه الله عز وجل، ابتغاء مرضات الله، لا يريد جزاء ولا شكورا، بل خوفا من الله وطمعا في رحمة الله وفي عفوه وكرمه وجوده في يوم لقائه. وما نرى ربنا سبحانه وتعالى إلا أنه يقبله ويرحم له العزم بسبب دعواتكم وبسبب حضوركم وبسبب استغفاركم، فعلينا نخلص له الدعاء كما اخلص لجميع احبابنا الدعاء. ما منا احد الا وقف امام جنازه ابيه او جده او امه او اخته وصلى عليها ودعا لها. علينا إخواني أن نتفكر وأن نتدبر وأن نبقى في الغفلة. أخطر شيء حياتنا في الغفلة إخواني، الغفلة خطيرة جدا في حياة الإنسان، وعلينا أن نتيقن كذلك أن الله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عمل، لا يضيع أجر من أحسن عملا. علينا أن نحسن أعمالنا، أن نتقنها، أن تكون على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تكون خالصة لوجه الله عز وجل. هذا هو الإحسان، الإتقان والإخلاص، الإتقان والإخلاص. نتقن أعمالنا حتى تكون على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حياة يا إخواني، نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم حتى نسير على هذه الحالية صلى الله عليه وسلم، حتى نعلم أن هذه الدنيا دار فناء وليست دار بقاء، دار فناء وليست دار بقاء. علينا أن نجتهد فيها على قدر وقوفنا فيها، ونجتهد للآخرة على قدر مكوننا وبقائنا فيها. دار الدوام والاستقرار هي الآخرة، أما هذه هي دار الارتحال، دار العمل، والآخرة دار الجزاء. وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه، وجعلنا وإياكم من الذين يتعبون، من الذين يتعبون. تركت فيكم واعظين، واعظ صامت وواعظ ناطق. أما الواعظ الصامت فهو هذا، الواعظ الصامت هو الموت صامت، والواعظ الناطق هو كتاب الله عز وجل. واعظ ناطق، علينا أن نتعب. كلما جاء جنازة علي أن أقول أنا بعد هذا، دوري يأتي بعد هذا الرجل أو بعد هذه المرأة. علينا أن نتعب كما قال من قال: كم من قبور تبنى ولا تبنى، كم من قبور تبنى ولا تبنى. ما قبل على الله بالتوبة والاستغفار والرجوع إليه، نرى القبور أمامنا تبنى، ولكن نحن ما تبنا إلى الله، ما رجعنا إلى الله. نرجع من الجنازة لنأكل ونشرب ونتمتع ونضحك ونلهو ونتحدث.
الله أن يوفقنا وإياكم في رضاه.